يا اهلا يا اهلا يا مناعبي. اهلا يا باشا. حقيقه يا مناعبي سمعتك وشعبيتك الكبيره في سوهاج هي اللي خلتنا نختارك تمثل الحزب بتاعنا في الدوره البرلمانيه الجديده. يا باشا انا مقدر تماما ترشيحكم وعارف ان النجاح معاكم مضمون. الاحزاب المنافسه اختارت اللي يمثلوهم وكلهم تقريبا رجال اعمال وانت عارفهم، لكن احنا واثقين انك اقوى منهم كلهم، لان مشاريعك في سوهاج كلها لخدمه الناس. يا باشا دول اهلي وناسي، ان كانش الواحد مننا يخدم اهله وناسه امال يخدم مين؟ اتفضل يا مناعبي، انت على استمرار الترشيح، وانا وعدك ان الحزب هيوقف وراك بكل قوه عشان نضمن كرسي في البرلمان. بشرف لينا يا باشا، وادي ايه امضتي. يا رب الانتخابات ما تعطلني عن شغلي. وجودك في البرلمان هيديك حصان ويخليك تحمي مشروعاتك وتكبرها اكتر واكتر. يا باشا الحصانه الحقيقيه في حب الناس، ربك بيسبب الاسباب، ربنا يجعلنا سبب لرزقهم وفتح بيوتهم. وعشان كده احنا اخترناك، عشان ما يقولوش علينا يا منعبي بنزوره في الانتخابات. ما تقلقش يا باشا، اطمن. الحمد لله كده ضمننا كرسي في البرلمان.